الحقيقة قصة الطفل سليم قصة ملهمة، اتكلمنا فيها قبل كده في التاسعة، وهي من القصص الملهمة والمؤثرة كمان. طفل أهله اكتشفوا إصابته بمرض الضمور العضلي، عمر سليم 9 شهور، صغير جدا، وده طبعا بدأت الرحلة بعد كده، رحلة جمع ثمن الحقنة اللي بيوصل ثمنها ل40 مليون جنيه. عائلة سليم الحقيقة فتحت حساب لجمع تبرعات مبلغ الحقنة أو ثمن الحقنة، وده طبعا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وعلشان يقدروا الحقيقة يعني ينجوا بسليم. تعالوا نطمن على حالة سليم، خلينا نكلم والده المهندس محمد عاطف والد سليم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ شفكي، ازي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك. الاول يعني طمني واشرح لنا حاله سليم عامله ازاي. في البدايه احب اشكر حضرتك على المداخله، وبحب اقول ان سليم اكتشفنا المرض بتاع سليم وهو عمره 9 شهور، هو سليم دلوقتي عنده سنه وعشر شهور. فاكتشفنا المرض وهو عنده 9 شهور من خلال الكشف عند دكاتره الاطفال. فبعد الكشف دكاتره الاطفال طلبوا مننا نعمل رنين عن المخ، طلع الرنين الحمد لله ما فيهوش حاجه، فتوجهنا لدكتور مخ واعصاب وطلب ان احنا نعمل علاج طبيعي، عشان هو قال ان هو عنده تاخر حركي. فبدانا في العلاج الطبيعي، واثناء العلاج الطبيعي توجهنا لدكتوره امراض جينيه وراثيه دكتوره ناجيه فهمي عشان نطمن اكتر، وطلبت مننا قالت لنا لازم نعمل تحاليل جينيه، لانها كشفت قالت بالنظر طفل سليم مريض عنده ضمور عضلات شوكي. طلبت مننا نعمل رسم مخ واعصاب وعضلات، رسم عضلات واعصاب، وطلبت تحليل جيني. الرسم العضلات اثبت فعلا ان الطفل عنده مشكله ومصاب بالمرض، عنده مشكله في الاطراف، وعملنا 3 تحاليل جينيه. للاسف اول تحليل وثاني تحليل ما بينش المرض، والدكتوره ناجيه قالت لازم عشان اشخص او اكتب العلاج لسليم لازم الطفره الجينيه لازم تبان في التحليل الجيني. فالطفره طبعا بانت في التحليل الثالث، تحليل رقم 3 اللي هو تاريخ 25/8. وقتها الدكتوره ناجيه قالت ان هو سليم ينفع له 3 انواع من العلاجات. اول علاج اللي هو الحقنه اللي هي ثمنها 40 مليون جنيه، وفي علاجين تانيين بيتاخدوا مدى الحياه. تمام. طب انا عايز اعرف بس بالنسبه للحقنه، يعني عايز اعرف بس استاذ محمد بالنسبه للحقنه، الحقنه انا عرفت انه 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 ليها وقت، يعني فهو فاضل له قد ايه في الوقت عشان يقدر ياخد الحقنه ويستفيد بيها؟ ايه الوقت المتاح ما تبقى يعني من الوقت؟ هو سليم حبيبي دلوقتي عنده سنه وعشر شهور، فالمفروض الحقنه دي تاخد قبل ما يتم سنتين. يعني احنا بنتكلم خلاص في شهرين او اقل. اقل من شهرين. هو لو 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 فاتوا الشهرين وما اخدش الحقنه، هنا هتبقى المشكله. هنا هتبقى المشكله، لان في مصر لازم الحقنه تتاخد قبل ما الطفل يتم سنتين. طيب ولو اخد الحقنه، الحقنه دي هتشفي سليم؟ بص حضرتك يا استاذ شفكي، انا معايا تقارير من مستشفيات كبيره، من مستشفيات داخل مصر ومستشفيات من خارج مصر. كلهم يعني معايا تقارير من مصر ومن دبي ومن امريكا ومن السعوديه، كلهم اثبتوا بناء على التحليل الجيني ورسم العضلات عنده في التحليل الجيني ظاهر له 3 كابز من السيستم ايه، قالوا واقروا ان سليم لازم يتحقن بالحقنه الزولجانيزما في اسرع وقت قبل ما يتم السنتين. يعني احنا دلوقتي بنجري مع الوقت بالنسبه لسليم. طيب انا اللي عرفته انه انتم عملتم يعني صفحه او حساب للتبرع، وده تحت اشراف وزاره التضامن، مظبوط الكلام؟ مظبوط حضرتك. طيب يعني هل بدا يبقى في يعني تجمع لاي مبالغ في الحساب؟ حضرتك احنا فتحنا الحساب بالظبط من تاريخ 5/10، نفس الشهر اللي احنا فيه دلوقتي، يعني من اسابيع بس. من اسابيع بس، لان زي ما قلت لحضرتك ان التشخيص بناء على التحليل طلع متاخر، ففتحنا الحسابات في وقت متاخر والوقت بيداهمنا، ففتحنا حسابات عن طريق وزاره الصحه ووزاره التضامن، 3 حسابات لسليم، في البنك الاهلي، بنك CIB وفوري.
جميع الحسابات طبعا تحت اشراف عشان التبرع لسليم. عشان التبرع لسليم داخل مصر ومن خارج مصر. داخل مصر وخارج مصر. هما طبعا وزي ما قلت لحضرتك يعني انا من خلال برنامج حضرتك يعني انا ببعت استغاثه للسيد الرئيس رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي ان انا اقدر ادي ابني الحقنه قبل ما يتم السنتين، ومعايا زي ما قلت لحضرتك تقارير طبيه بتثبت ان سليم محتاج الحقن بالزولجانيزما يعني أكيد. قبل ما يتم السنتين لانه الحاله بتتدهور. طبعا يعني أدلية. الوضع اللي انت بتقول عليه ده استاذ محمد احنا بنتكلم على سليم اللي انت البالغ من العمر سنه وتسع شهور المفروض ياخد الحقنه قبل ما يكمل سنتين، الوقت قليل جدا. طيب سليم بيتكلم او باقي الوظائف العضويه عنده يعني سليمه؟ يعني حالته بقى الباقي بيتكلم؟ سليم الحمد لله يعني بيتكلم. يعني تخيلي حضرتك ابني يعني لما يبقى قاعد قدامي كده بيقول لي تاتا يا بابا نفسه يمشي. طبعا بيقطع في قلبي قد ايه، بيموتني أكيد. كل يوم بيلعب بالالعاب بتاعته بيقول لي تاتا بيمشيهم، يعني والله بموت كل يوم لما بشوفه قدامي كده ومش قادر اعمل له حاجه. أكيد والله يعني ربنا كبير دايما أستاذ مهندس محمد عاطف، ربنا كبير ورسالتك واصلة لكل الناس. وخليني أرجع تاني أكرر بأنه سليم الطفل البالغ من العمر السنة والتسع شهور وفي حملة تبرعات موجودة تحت إشراف وزارة التضامن وزارة الصحة زي ما حضرتك قلت، وده موجود في البنوك المصرية سواء داخل وخارج مصر. أتمنى أن احنا يعني حتى بالمداخلة دي نكون عملنا انتباه سواء طبعا للناس السادة المسؤولين ونقدر نساعد سليم ونقدر نعدي بيه قبل مرور الشهرين زي ما حضرتك قلت. يعني أتمنى الخير كله لسليم وأتمنى مصر بلد كبيرة والقلوب الرحيمة كبيرة وطفل مصري بيعاني. يعني أتمنى أنا يعني إحنا معاكم وإن شاء الله نحاول دايما معاكم في خلال الوقت ده من خلال التاسعة إن إحنا نكون معاكم يعني كل الوقت علشان نقدر نساعدكم على نجمع أكبر قدر من التبرعات ونعدي بسليم لبر الأمان. كلمة أخيرة أستاذ شفتي بعد إذنك. تفضل. أنا بناشد رجال الأعمال والممثلين ولاعيبة الكورة إن هم يساهموا معانا في إنقاذ حياة سليم ونقدر نديله الحقنة أحسن من العلاج اللي هو مدى الحياة، يعني في علاج اللي مكتوب لسليم مدى الحياة في حين إن حقنة لو خدها مرة واحدة خلاص هيبقى طفل طبيعي. وفي بالفعل في فنانين تفاعلوا معايا ونشروا على صفحات التواصل الاجتماعي زي الفنان تامر حسني والفنان حسن الرداد وكريم فهمي واحمد الشامي، وفي لعيبه كوره احب اشكرهم على الهواء كابتن احمد حسن كوكا وكابتن عمر جابر تفاعلوا معايا ونشروا على صفحتهم وبالفعل اتبرعوا لسليم. انا بحب اشكرهم من خلال حضرتك. بص اكيد يعني احنا كمان معاك من خلال التاسعة ويكون موجود ايضا وضع سليم عند صفحتنا على التاسعة، وباذن الله نعدي بسليم. مصر بلد خير وقلوب الناس كلها فيها خير، واعتقد ان كل من ذكرتهم وغيرهم كمان اللي يحبوا يتبرعوا حتى دون ذكر اسمهم اكيد هيبقى فيه خير. انا بتمنى لك الخير وهنفضل نتابع معاكم حاله سليم، وهاكد تاني واقول سليم الطفل اللي يبلغ من العمر السنه وتسع شهور ومحتاج التبرع علشان يقدر طبعا يعدي من ضمور العضلات، وحقنه واحده صحيح انه المبلغ كبير بس مع كل القلوب الرحيمه كل حاجه ممكن تبقى يعني صغيره وممكن تعدي بخير. بشكرك جدا المهندس محمد عاطف و والد الطفل سليم، بشكرك شكرا جزيلا. اتمنى الخير، الناس كلها بيبقى عندها قصص وحكايات وابتلاءات، لكن تفضل كل حاجة ممكن تعدي بسلام وبخير.